ذوبها في واحد ربع كاس ديال الحليب بارد. غادي نحاول انني نحركها مزيان حتى تجانس مع بعضياتها، وغادي نضيفها للخليط. غادي نبقى نحرك من بعد، غادي نضيف النشا والحليب اللي سبق وذوبته للخليط ديال الحليب اللي فوق النار مع التحريك كذلك. غادي نضيفه تدريجيا بهذه الطريقه، وغادي نحاول اننا نحركوه. مجرد ما غادي يطلع فيه الغلياف فانا غادي ننزله من فوق النار. غادي ننزلو فوق النار، نضعو في واحد الاناء اللي سهل عليا باش نحطو في واحد ليمون كما كتلاحظوا. هاد ليمون هادو ديال الكلاص، غادي نحاول انني نعمرهم بعدو غادي نرتبهم بهذه الطريقه حتى نكمل داكشي اللي عندي في الاناء كامل. انا غادي نبقى مكمله، وخصكم بسرعه كتعرفوا ان النشا دغيا كتجمد. غادي نحاول انني نسرع شويه، غادي نبقى مكملة بحال هكا تنملى الإناء كامل أو المول كامل بهاد الخليط. غادي نحاول أننا نرتبهم كما كتلاحظوا. من بعد غادي نجيب واحد بابي ألمنيوم اللي غادي نحاول أنني نغطي به. غناخد كيغدو أو عود ديال السنان اللي غادي نتقب به الأماكن ديال العويدات ديال الكلاص بهاد الطريقة هادي. غادي نحاول أننا نغشي دوك العويدات غير بشويه، وساهل كما كتلاحظوا ما فيش بزاف المقادير، فقط الوقت لانك كتحطيه في الثلاجه اللي يبقى واحد المده ديال 6 سوايع او ليله كامله في الكونجيلاتور بطبيعه الحال كما كتلاحظوا معايا. فانا غادي نحاول انني نحطه في الثلاجه. فبعد ما خرجتو من الثلاجة بحال اللي كتلاحظو، انا خديت واحد الإناء وضعت فيه واحد الكاس ديال الماء دافي أو جوج كيسان ديال الماء دافي. غادي نخليه فقط واحد 30 ثانية باش يدي مول علينا من لي مول ديالو. فمبعد غادي ناخد الشوكولا سوداء اللي غادي نحاول أننا نقطعها غير باش تسهل علينا أنني غادي ندوبها في حمام مريم. فأنا غادي نحاول أنني نقطعها قطع صغيرة بالطريقة هادي. غادي نبقى مكملة حتى نسالي الشكله ديالنا كامل، وغادي نديرو في واحد باماغي ماشي دوبلين. كنفضل انكم ديرو شوكولات اسود، وكيبقى لكم الاختيار اللي بغا يدير شوكولا بيضاء او شوكولا سوداء او شوكولات ديال مخلطه مع الحليب، وكيبقى اختياري. فبعد ما دوبت الشوكولات فانا درتو في واحد الكاس All it's supposed to feel.